الإخوان، مرحبا بكم معنا عودتاني مع لي ديرني سي جوار في هذا ليفينمون. هذا الماتش اللي كيجمع ما بين صدام و سيمو سعيد، طبعا جوج سميات معروفين في السيركوي ديال البيار. سيمو سعيد كان أول مغربي كيمثل المنتخب الوطني في تشاينيز بول، وصدام اللي مثل المنتخب الوطني في ليبيا وفي دبليو او بي اف. طبعا غني عن التعريف، الديفي يكون بروميا سيت ريغلومون ايت لاكاس عند صدام. صدام كيكاسي ما كي اونبوشي حتى شي كورة في لاكاس، سيمو سعيد كيختار لي روج، كي اونبوشي اون بيل روج و كيديكاجي واحد الحمر اللي كانت عندو شي شوية صعيبة في المسالية ديالو، مي ما كانش محظوظ و مخرج حتى شي كرة سهلة. خويا عبدو رضا عميرة خسر كونتر ياسر بوعمراوي بالنتيجة ديال 7-5. اكسيلون من عند سيمو سعيد. هنا غادي يمشي للكره اللي عنده الميليو، الى لعبها بشويه يقدر يخرج الكره اللي حدا الصفراء. كيزقل الكره اللي كانت عنده ميليو، كيعطي اول فيزيت لصدام. صدام كذلك كيزقل صفراء و كيعطي نوطخ فيزيت لسعيد. لابون دو ميليو كيزقلها سيمو، صدام كان كيحاول يحط ديك الصفرة في الدرو ما توفقش و كطيح. ميمسي كان صعيبة بزاف انك تسطرها و طيحها، لوبجيكتيف ديالو كان هو يسدك الدرو اللي حدا الحمراء. انا يحاول دابا يسد الدرو هذا. جاب حدا الترو مي باقا الحمرا دايزة، اون تونتاتيف ديال بوند ميليو ما توفقش فيها كذلك. سيمو سعيد كتعطى اون اوتخ فيزيت، طبعا المشكل اللي عنده هو الحمراء اللي ما بين جوج صفرات وسط لابوند.
مي هذيك عنده الحل، يقدر يلعب الحمراء اللي عنده لتحت في لابون كوريكسيون مع الصفراء، يخرج الصفراء من تما تولي طايحة. وي خويا ياسر ربح. خويا حمزة انا ما فهمتش داك الكومونتير، حاول تشرح ليا. هنا هاد الفريم الاولى ستين فريم استراتيجيك، واللعبة باقي ما دخلوش في الماتش، كنشوفوهم كيزقلو لا من ناحية الديفونس لا من ناحية الاتاك. انا السي مساعد يحاول يلعب الحمراء كوريكسيون باش يحل ترو على الحمراء اللي وسط لابونت والحمراء اللي الفوق دايزه في لي ترو بجوجهم ميليو. مي خاصو يطيح كوريكسيون حيت صفراء و ميم طون يتو بلاصة. هنا الحمراء دابا ولات دايزه غير في ترو واحد، طبعا الا ما دايزاش هيكون ماشي محظوظ حيت دار ان كرون ايفور. خرج فين خاصو يخرج من الصفراء، زحمت شويه ترو. ما كانش دايزة الحمراء مي كوم سي مساعد حاول يلعبها. سطام اكبر مشكل عنده هو الحمراء اللي ميتة على لابون حدا الميليو. هنا السي مساعد كومام عندو اون شونس ميم سي الكو صعيب. سطام باقي عندو نفس المشكل، هو الحمرا اللي حدا لابونت ما يحاول يديكاجيها، دابا يحطها في الميليو. سطام باقي ما دخلش في الماتش. سي مساعد كيلعب اون ديفونس، انا صدام سيرمون غادي يتجه
الصفرة اللي عنده حدا الميليو يحاول يحطها في الدرو، إلا طيحها ممكن يفرمي هاد لاطابلة هادي. وي خويا مروان، ماشي النيفو ديال اللعابه اللي ناقص، غير الفريم الاولى باقي ما دخلوش في الماتش، كيف ما كنقول باقي ما سخنوش. اما هما بجوجهم لعابه كبار، سي مساعد عنده حمراء ما طيحاش سيرمون في الاوفون الاسر. الديفونس هتكون صعيبه، عنده غير اوبسيون هي الاتاك، وهي اتاكي باندا. سي مساعد كي انونسي ديك الحمراء اوفون تحت اليمين، كانت بعيدة. هنا ستام عندو اون فري اوكازيون، كيختار لا ديفونس و كيخلي الحمرا ديزافون دو ميليو. كيف ما قلت لكم ستام باقي ما دخلش في الماتش، لا من ناحية لاطاك لا من ناحية ديفونس. سي مساعد كيجيب الباندا ميليو، كيخرج لانوار ديريكت ميليو، ما خصو ما يزربش حيت ما ساهلاش. كيزقلو نوار ميليو، وهنا سطام خاصو يدخل على مساليه، يطيح ميليو وعندو كرة حدا الترو اوفون على اليمين. او لا 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 كيزقل، و السي مساعد كيزقل كذلك. ستام عندو مسالي، عندو مسالية سامبل، وي أنس خدمي خسر كونترا ستام. ستام عندو نوار و كيولي سكور 1-0 ديال ستام، و هو اللي عندو لاكاس. طابلو فينال ديال لي سي جوار، كازانوفا كونتر احمد فراج، مكروت كونتر بالوما، رافق هرموش كونتر الخلفي، جواد تابيش كونتر اشرف فراج، كابوس كونتر عميري، ابو صالح كونتر خيشة، ياسير كونتر عيشة كحيشة، ياسير كونتر السعدي، ستام كونتر السعيد. ستام كي كاسي ما كي اونبوشيش فلاكاس، سعيد كي اونبوشي ما كي
كي كاسم كي امبوش في لاكاس. ستام هاي بدا بالحمراء يحاول يطيحها ميليو. اكسيرون ستام كيخليها نونغ اللي يقدر يخرجو الصف الحمراء اللي على اليسار. وبهاد الحمراء ممكن ينزل الحمراء اللي عنده لتحت. الحمراء اللي عنده لتحت ما محتاجش يديكاجيهم. الحمراء اللي حدا الصفرة طايحة ميليو على اليمن غير خاصو يخرج ليها اكزاكت. هنا سطام اوبليجي دابا باش يلعب الحمراء على اليمن ويرد شويه البوشون باش يخرج الحمراء اللي حدا الصفراء. مي كيزقل خويا هشام في لاطابل كاينين كاع لي لوغو ديال لي كلوب لي لاعبين غير نتا ما بانش لك. الا حسبتي تما غتلقى 8 ديال لي لوغو هما 8 ديال لي كلوب لي مشاركين. وفي الفوق ديال لاطابل والتحت ديال لاطابل كاينين لي لوغو ديال المستشهرين اللي معنا في بطولة المغرب للبلياردو. اللي مشاركة هي الفيرست مازاغون سي مساعد كي اونبوشي جوج ديال لي جون. اي امبوشي ويخرج الكره اللي عنده ميليو. فات الكره اللي عنده الميليو ما بون خرج الكره اللي عنده في الميليو على اليسار. طبعا سيمو سعيد كان من الافضل يبدا بالكره اللي عنده ميليو على اليمين من بعد يخرج الكره اللي عنده ميليو على اليسار اللي تعطيه الصفرة اللي لعب دابا فلوفون على اليمين الفوق. فضل انه يبدا باخر كره اللي قلت وهنا ما خرجش مزيان كيف ما بغى وكيحط راسو في موقف صعيب يحاول يلعبها او فون على اليسار. خويا يونس البراد الاخ طريق لا حلو ليا ديال لابليكاسيون اللي فيها لي سكور ديال كاع لي ماتش وكنشكرو الاخ طريق على هاد المجهود هذا.
وي نبيل الأنس يلعب وخسر كونتر سيمو سعيد اللي لاعب دابا اللي عنده لاماه. سيمو سعيد كيدير اون ديفونس كيخلق شوية ديال المتاعب لصدام ديك الصفرة اللي مات وسط لابوند. هنا كيحاولوا يشوفوا واش الكره دايزه توتال ولا بارسييل. سيمو سعيد كيدير اون ديفونس كيخلي ديما ديك الحمراء خالقة مشكل سطام. هنا سطام هي طونتي امبوشيها او ميم طون هتكون ديفونس الى ما طاحتش. سيمو سعيد كيدير لو كو ديال تورنوا كيطيح الصفرة وكيخرج فاصلة نوار ميليو. سكور كيولي ان بارتو ولا كاس عند سطام. لاكاس دابا عند سطام في الاربيتراج كاين وليد الفناني. سطام كي كاسي كي اونبوشي جوج ديال لي جون وغادي يلعب لي غوش بويسكو سهل من لي جون.
الحطام حاول يأمبوشي الحمراء اللي عندو فون ما خرج ديفونس نو ما خرج ديفونس خلى سي مساعد اون جون مسطرة هنا سي مسطرة ما يحاول يلعب بالحمراء اللي كاينة وصلتها بالأوفون اليمن ما كي اون بوشيش سيمو سعيد عنده مشكل واحد هو الصفرة اللي كاينة وسط لافوند سي مساعد كيدير كو زوين اوكي تو بلاصة بارفيتمون الصفرة ديالو نوتخ كو اكسيبسيونيل من عند سيمو سعيد اوكي تو بلاصة عاوتاني بارفيتمون صفرا الا كانت لانوار ديزا ميليو غتكون 2-1 2-1 ديال السعيد لاكاسا تكون عند سيمو سعيد لاكاس عند سيمو سعيد كي امبوشي اون روج فلاكاس نو خويا رضا ماشي كيزرب مي ستيل دو جو ديال صدام هو ست جوور رابيد كيلعب دغيا ما كياخدش ما كيحتاجش بزاف ديال الوقت باش يفكر في الكولا Mais Black c'est un joueur très expérimenté. Un de l'expérience. Sadi un de les rouges, c'est un de les jaunes. Puisque Saïd Kassan, prochain rouge, il a annoncé les rouges. Donc, la confirmation, parce qu'on est verbal, mais c'est chitaïe.
عليكم. لا شكرا لواجب اخويا ايوب. ستام كيلاب ان ديفونس. طبعا لا طابل صايب على لي غوز ولي جون. سيمو سعيد كان قريب من انه يطيح الوشون في الميديو. خويا طريق السلام راه كاينه اون ابليكاسيون في لاباج ديال لاسوسياسيون ماروكين دي سبور دو بيار فيها لي سكور ديال كاع لي ماتش لي ملعوبين دابا. خويا واحد خويا ايوب واحد 2 مينوت دار الميزاجور ديال لي سكور. هنا ستان دابا داخل على مسالية ولا لا كيزق الكرة ميليو سهلة وكيعطي اون اوكازيون اون نور لسيمو سعيد باش يكروزي ليكار. سيمو سعيد كيسنوكي راسو على لي دو غوج اللي عندو الفوق ما كيستافدش من لوكازيون اللي عطاه ستام.
طعم يلعب دابا بولا بول. اي لعب دابا الصفرا اللي حدا الانوار ويحاول يخرج الصفرا اللي عنده الفوق. وي خويا كاع تقريبا راه كاع لي كومونطاتور كتكون عينيهم صعيبة شي شوية. سي مساعد ما اون بوشاش وما خرجش ديفونس، مي صفرا باقا صعيبة. كي اون بوشي وما كيخرجش لانوار. صدام كيدير اون فوت ما كيقيش لا نوار وكيعطي اون اوكازيون نور للسي مساعد. لا دوزيام في هاد الفريم هادي هنا خصو يلعب سامبل يحاول يبلاص الحمراء الاولى ديالو. هادشي اللي دار ويحاول يسهل الحمراء الثانيه. هنا عنده لو شوا، يا اما يطيح الحمراء بشويه ويخرج لانوار، يا اما يطيح ويخرج دو بوند مورا لانوار بوشون من تحت بشويه ديال اولو. كيقيس في لانوار مي كان محدود وكيخرج ليها ميليو باش يولي السكور 3-1 لصالح السي مساعد. لاكاز دابا تكون عند صدام. اول متاهلين للثمن النهائي للربع النهائي هو ياسين كابوس اللي كيتفوق على امين عميري بنتيجه ديال 7-3 واللي هيلعب ضد ثاني المتاهلين اللي هو جواد تابيت اللي تفوق وجواد تابيت كذلك كيتاهل بعد ما تفوق على اشرف فراج بالنتيجه ديال 7-5.
خويا صابر جلال طبعا ممكن وماشي من الضروري انك تكون منخرط مع الجمعية باش تلعب في بطولات بحال هادو اللي كتنظمهم الجمعية. يكفي انك دير الانسكريبسيون في لي زيفينمون اللي كيكونوا مديوري ليهم لي زانونس في لاباج ديال لاسوسياسيون. و الانسكريبسيون خاصك ديرها يا اما سور بلاس في الكلوب اللي منظم او في اي كلوب من لي كلوب اللي منخرطين في الجمعيه، اللي تقريبا كل مدينه في المغرب كاين ان كلوب ولا دو كلوب اللي كيكونوا منخرطين مع الجمعيه. ليفينمون الجاي هيكون سانتوري كلوب قنيطره، ممكن دير الانسكريبسيون ديالك في سانتوري كلوب قنيطره، ولا كنتي ماشي مدينه من غير قنيطره قول لي اش من مدينه باش نقول لك اش من كلوب تقدر دير فيه الانسكريبسيون ديالك. خويا انور بور انستون راه لاعب مي سكور ما عنديش، انا واحد شويه ونشوف لك السكور. هنا صدام كيخرج لانوار ميليو، هاد الترو هذا اللي تزقلو فيه بزاف ديال الكواري. وماشي هادي لانوار باش يولي سكور 3-2. انت من واتزم، وعلى ذكر واتزم كان عندنا مشارك من مدينة واتزم العزيز الحاسي. ما الا بغيتي دير الانسكريبسيون ديالك في ليفينمون الجاي اللي غيكون في سانتوري كلوب، ما عليك غير تدخل لاباج ديال سانتوري كلوب، عتلقى النيميرو التليفون ديالهم وعيط ليهم باش دير الانسكريبسيون ديالهم. طبعا ليفينمون الجاي هيكون في سانتوري كلوب لو 9 10 فيفريي 2009، من بعد تكون الفيرست مازاغون لو 2 3 مارس 2009، فريمز اكاديمي لو 30 31 مارس، مانيا كلوب لو 27 28 افريل، بلازا بول لو 8 9 جوان، لا بول دور لو 6 7 جويي. كنعاود نذكر ليفينمون الجاي هيكون في سانتوري كلوب، اللي بغى يدير الانسكريبسيون ديالو يدخل لاباج ديال سانتوري كلوب ويعيط في النيميرو اللي كاين في لاباج. نون خويا لا سول طبلة وحدة دايرين ماتش واحد في اللايف وهذا اللي ملعوب دابا. خويا ريان من تازا، طبعا في تازا كاين كلوب معروف على الصعيد الوطني اللي هو بلاك بول تازا اكاديمي، ولكن للاسف ما مشاركش معنا في هاد البطوله هادي. دونك الا بغيتي تقيد دير الانسكريبسيون ديالك عيط النيميرو ديال سانتوري كلوب. وطبعا تحيه لكاع لي جوار ديال مدينه تازا ورئيس نادي بلاك بول اللي هو الصبابة. اوكي خويا سفيان عطيني غير دقيقه واحده ونعطيك السكور. سكور اخويا 5-1 ديال ايوب، سكور 5-1 ديال ايوب. اخويا
خويا من مدينة مكناس مشارك معانا نبيل الأنسي اللي هو المسير ديال نادي سكاي بول. نبيل الأنسي هو من مدينة كازا ولكن كيسير الكلوب ديال مكناس وكيمثل الكلوب ديال مكناس اللي هو سكاي بول. انا لاكاس عند صدام صدام كيدوز لا فيتيس سوبيريور. كنت كنعطيكم لي دات وكيفاش ديروا انسكريبسيون لقيتها 3 بارتو فريم شات فابور. من مدينة من بني ملال هاد المرة ما جات حتى شي مشارك من مدينة بني ملال. فالبطولات اللي دازو قبل كان المينيموم كيكون عندنا 3 ولا 4 ديال اللعابة من مدينة بني ملال. هاد المرة للأسف ما جات حتى شي مشارك من مدينة بني ملال. لا شكرا على واجب خويا. هنا سيمون سعيد كيدير لا ليكتور دي طابل ديالو. خويا جلال النباري من مدينة الجديدة. مدينة الجديدة كيمثلها نادي فيرس مازاغو اللي الرئيس النادي ديالو هو علي باشا وكان عدد كبير من المشاركين من مدينة الجديدة ما حاضرينش عندي الأسماء ديالهم دابا. خويا صابر راه ديجا هاد الجولة الأولى من البطولة المغربية للبلياردو راه منظمة في مدينة الدار البيضاء. أول جولة في مدينة الدار البيضاء وكيستضيفها نادي لندن كلوب. الجولة اللي جاية هتكون في مدينة القنيطرة في سانتوري كلوب. سيمو سعيد كيدير اون ديفونس مي خلى صدام اون روج صعيبة باش تأمبوشا او فون على اليسر. سينو غيقلب على سنوك الفوق. كذلك صدام كيخلي كرة صعيبة أمبوشا في او فون في اليسر لتحت. سيمو سعيد كيدير اون ديفونس زوينة. وكان محظوظ ان الصفرة اللي في الميديو سدات على الحمراء. هنا صدام كيسنوكي سيمو سعيد سنوك صعيب. سيمو سعيد كيخدم العضومة ديال لوفون باش يخرج من هاد السنوك.
الصدام كي يتاجى باش تولي النتيجه 4-1 بعد ما كان خاسر 3-1. مساليه سامبل، خاصو غير ما يديرش شي فوت في البلاسمون. هنا هيطيح اوفو ويخلي البوشون الميليو. ولا نوار ممكن يخرج لها في الميليو على اليسار، وهنا ممكن دابا يخرج لها ميليو او يخرج لها اوفون لتحت على اليمين. وهادشي اللي دار كيخرج له. سكور كيولي 4-3. ولا كاس دابا تكون عند سيمو سعيد. سيمو سعيد خاصو يفران يفراني سطام في الرجعة ديالو ويربح هاد الفريم. هادي خويا قبل ما يسالي اللايف غنعطيك التوقيت اللي يلعب فيه جواد ثابت. بور لانستون جواد ثابت كيتسنى لادفيرسير ديالو الفانكور من واحد الويتيام دو فينال عاد باش يلعب الماتش ديالو. انا طلبت من اللجنه المنظمه باش يجيبوا لي لي سكور ديال لي ماتش. سيمو سعيد كيخرج للصفرة اللي عنده وسط لاطابل، يطيحها أو فون. ومن بعد يقدر يبدا بالميليو إلا خلا أن أونجل. أنا سي مساعدة يفضل أنه يبدا بالكرة اللي حدا لابوند. اكسلون كيخرج بارفي لانوار باش يولي سكور 4-2. ولا كاس تكون عند صدام
تيفي بور لانستون غادي مزير، باقي حتى شي واحد ما عرف السكور. دونك كاينه حظوظ كبيره باش هاد الماتش يمشي حتى لابيل. هنا ستام كيخرج بارفي الحمراء اللي عنده ميليو، من موراها عنده حمراء سهلة في لوفو. اون انوار يقدر يخرج ليها ميليو، طبعا طايحة في ربعة ديال ليترو، كيف طال يخرج ليها لوفو باش يولي سكور 5-4 لفائدة ستام. لاكاس غتكون عند سيمو سعيد، خويا أسامة المسكيني خسر كونتر رفيق هرموش، ورفيق هرموش كذلك يلا سالا الماتش ديالو وكيخسر كونتر أيوب من لابولدوغ أكادير. أنس خدمي خسر كونتر صدام اللي لعب دابا، هنا ستام كيتاجا باش يدير اون ريبريز فيرم في لي روج. لي روج طبعا لي ما عندو فيهم حتى شي مشكل، وي كنعتذر. رفيق خسر كونتر أنور الخليفي.
سطام في المسالي ديالو، ما كان عنده حتى شي مشكل، ما زقل لابي ديالو ميليو. شكرا خويا مهدي وتحياتي ليك. ميرسي خويا زكريا. هنا هتكون اتاك ديفونس كي امبوشي. مي الغوبلاسمون ما كانش كيف ما بغا خويا. الدراري ديال لابولدور يلاه الخليفي ربح رفيق هرموش وكيدوز الكارت فينال، وباقي نوتر جوار اللي لاعب دابا، باقي الماتش ديالو ما سالاش. الا ربح حتى هو غادي يكون في الكارت فينال. خويا ياسر بومراوي هو اللي داز البروشان تور، تفوق على رضا عميرة بالنتيجة ديال 7-5 بعد ما كان خاسر بكاطئة. صدام كيدير كوزوان. هنا خصو يأمبوشي. او لا 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 كيزقل، كان جا سرع من صدام في هاد الكوا هادا. نو باقي اخويا لي مومبر ديال لا بولدوغ في لا كومبيتيسيون ابار زكريا البراد اللي خسر البارح كونتر سعيد الرجاوي. هنا سي سعيد حاول يديكاجي دوك جو صفرين مي كيرجعو البوزيسيون انيسيال ديالهم. ميم بيير سيمو سعيد كيخلي غير الحمراء التحتانية هي اللي دايزة صعيبة في لومبوش. حاول يلعب باندا اوفون ما توفقش. اوكي يعطي اون اوكازيون سيمو سعيد باش يقاليزي سكور. سيمو سعيد دار داكشي اللي خاصو يدار باش يخرج للصفرة التانية. لانوار وصل لطابل يقدر يخرج لها في اي ترو. كي يخرج لها ميليو ميم سي فيها شوية ديال الرازاج، مي فهاد النيفو هدا منضنش يزقلها. وفعلا كيولي سكور 5 بارشو. وهنا غتكون اون بوز ديال 5 مينوت. كنتمنى تبقاو معنا في اللايف.
ميسي بالنتيجة ديال 7-3، وكيكون أول متأهلين للربع النهائي. وفي هذه الأثناء عندنا 3 ديال المتأهلين للربع النهائي، عندنا جواد ثابت، ياسين كابوس، والخليفي من لابولدوغ. وفي اللايف الجاي مورا هذا الماتش هذا، هيكون عندنا لو لايف ديال جواد ثابت الخلفي من لابولدور. يعني كاع الناس اللي كيسولوا على الدراري ديال لابولدور، هيكون عندنا واحد منهم في لو لايف الجاي اللي هو الخلفي اللي هيلعب كونتر لو كرون جواد ثابت. خويا صابر جلال، لا فينال بروغرامي باش تلعب مع 8، مع 8 هادشي الا ما طراش شي روتار شي ديفي، مي تقريبا هتكون 8. لا بوز مبقى ليها والو، تسالي بقى فيها 2 مينوت. بوز اللي اختاها هو سي مسعيد. لا بوز سالت، لا كاسا تكون عند صدام. سي رشيد امجال اخويا، ماشي نديرو لك الطابلو باش تشوفو مزيان، انت اجي عندنا لندن نعطيوك الطابلو ديه معاك اسي. ها صدام كي
cassé, qui est empoché un rouge, qui est confirmé les jaunes. Dame pour l'instant radi d'achref les jaunes d'achref la casse fer ouf score بحال هذا premier asset ماشي وقت اللي يدير فيه شي غلط الى دخل على كاس فير خاصو يفين الى طاول ديالو هنا عنده الكره وفون لتحت ومن بعد خاصو يخلي الصفره اللي فوق منها باش يخرج ليها ميليو هنا لونغ اللي خلى لونغ صعيب مي كيطيحها مي باقا عنده الخدمه في هاد المساليه لونغ اللي بقى لي ان لونغ زايد يقدر يدير لي شي سوربريز اكسلون هنا كتبان ليكسبيريونس ديال الصدام كيخرج لانوار باش يولي السكور 6-5 6-5 ديال الصدام اللي كيدير اون كاس فيرم مورا لا بوز نشوفوا دابا سيمو سعيد كيفاش تكون لا ريبونس ديالو واش تكون بأون كاس فيرم ما كيهمش واش تكون كاس فير المهم خاصو الى اوبليجي دابا باش يربح هاد الفريم هادي باش يبقى في الماتش صدام خاصو فريم وحده باش يدوز للكارت فينال سيمو سعيد خاصو دو فريم طبعا خاصو يربح هاد الفريم هادي ويتسنى صدام يغلط في الفريم الجاية بوغ لانستون ما كيطيح والو في لاكاس و كنظن ان صدام يلعب صفرين وهي ديكاجي الكرة اللي لحدا الباندا في الميليو داكشي اللي كيدير كيديكاجي و لو بلاسمون تا هو كان زوين و كيعطي راسو اون شونس باش يدير اون ريبريز فيرم مي هنا الغوبلاسمون ديال صدام كان ضعيف خويا ما شفتش السؤال ديالك اخويا باش نجاوب الا كان ممكن تقدر تعاود تكتب لا كيسيون ديالك صدام باقي تابع المسالي ديالو او لا 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 هنا غامر بزاف وحاول يطيح هاد الكره اللي ترو ديال المينيو مزير اون اوتر جون كي داير هاني صحيحة بخير الله يحفظك
انا السيمو سعيد جات لوكازيون باش يبقى في الديفي ويمشي حتى لابيل، خصو يستافد من هاد لوكازيون هادي. المشكل الكبير اللي عنده هو الصفرة اللي ميتة على لابون حدا الميليو، ما دايزاش بان الميليو في الميليو الاخر، دونك خاصو يديكاجيها. خويا باقي ما وصلونيش لي سكور ديال لي ماتش، اون فوا يوصلونا نعطيكم لي سكور ديال قال لي ماتش. الفكره اللي كانت عنده، كان عنده فكره زوينه، حاول يطيح الحمراء اللي فطرو مي كان فيها الرازاج، خاصو يطيحها بحمراء اخرى بوله بولي رازي الحمراء باش طيح، وميم طوين ديغاجي الكره اللي ميته عنده، مي ما توفقش هادشي اللي بغى يدير ولا مبلاصي الصفرة فطرو وعاطي لافونتاج للسطام. لانوار بيان سور وصل طابل، خاص غير صدام يحط البوشون للصفرة، هادشي اللي كيدير مي خلا نونجل صعيب باش يخرج لانوار. هنا من الافضل انه يطيح ميم سي يخرج لانوار صعيبة، مي يخرج له فون فوق على اليمين. ما يحاولش يدير شي حاجه، كيف ما قلت لكم ما كانش اللي يحاول يقرب البوشو لانوار، كان غير يدفع ويطيح الصفره ديالو فوان ليمن، وميم سي يخرج لانوار يخرج ليها شي شويه صعيب، مي كوم ميم هتكون طايحه. دابا كيسنوكي راسو شوفوا السيمو سعيد كيفاش جاي يتعامل مع هاد لا طابل هادي، كيسنو كيسطام كانت اون اتاك ديفونس، الى طاحت كان يلعب بولا بول مسطرة اللي عندو جكواري لتحت، الى وقفات كيف ما كتشوفوا راه سنو كيسطام. مي كوميم ستام قدر يخلق المفاجأة بشي زهراوية دابا فهاد لانوار هادي، نو كيلعب ديفونس و كيعطي اون فوت. دوكو عند سيمو سعيد في خمسة ديال لي غوج باش يوصل هاد الديفي هدا تا لابيل،
هنا السي مساعد يقدر يلعب بول بول. هنا السي مساعد يحاول يبقى محافظ على الدوكو ديالو تال لانوار، ويحاول يقرب ليها ما امكن. هنا يحاول يبلاصي بالكل الاول، ايفيكتيفمون كيولي سكور دابا 6 بارتو. لابيل ديفي اللي كان ممتع، بدا بريتم هابط شي شويه، مي دغيا اللعابه دخلوا في الماتش وطلع الريتم ديال ديفي. طبعا كنعاود نذكر ان اللايف الجاي هيكون ما بين جواد تابيت والخلفي من لابولدوغ، الخليفي من لابولدوغ. الله يبارك فيك اخويا عزيز. صدام كي كاسي كي اون بوشين روج، مي صفرين هما اللي طايحين، عندو اون جون سهله ممكن يبدا بها، وممكن يسالي لي جون، ما فيهمش بزاف ديال المشاكل، خاصو غير هو ما يخلقش مشاكل راسو. طبعا ما كنظنش ان صدام هيلاشي هاد المساليه هادي، كيخرج بار في الميليو. هنا المساليه دابا بدات كتسهل، صلاح الدين الباز اخويا. هادشي ملعوب في البلاصه اللي كاين فيها انت دابا نيت وداير لايف. طبعا كنشكروا الاخ صلاح الدين البازي على هاد اللايف الجميل وهاد ليماج الزوينه اللي كيعطي البيار. هنا اون جون ولا نوار كتسنى في الميليو، ونقدروا نقولوا فيليسيتاسيون لصدام اللي كيكون رابع المتأهلين للكارت فينال. فيليسيتاسيون، ونتلاقاو بعد قليل واحد 15 مينوت في الماتش ديال جواد تابيت كونتر الخليفي. الى اللقاء.